ده بنات انا شفتوها هناك. تأكد ما حد طالع فينا حركات مجانين اقسم بالله. رب الكعبة وحشتوني وحشتوني وحشتوني. انا الان مو في مكتب، الان انا في المطار. شوفوا الان انا في المطار، اوريكم اوريكم اثبات الزبدة بنات. شوفوا رحت غرفت اكل، صراحة ما اكل ولا حاجة من هناك، يعني داخلين الصالة هذه على الفرسان ما ادري ايش اسمها، ما اكل ولا حاجة يعني. فاوريكم اكلي، هذا هو لقايك سندويش دجاج بيض. خلاص ما نبي غموض. الزبدة اكيد تتساءلوا الان جوجو فين رايحة؟ وليش تسوي لنا شغل المفاجآت هذا؟ رايحة رايحة أم الدنيا، رايحة مصر. صراحة كان ودي أسوي لكم شغل الغموض وإنه قال لك أروح بعدين أقول لكم في الفلوق الثاني فين رحت وهذا، قلت ما أحتاج. أوريكم حاجة، تدروا إنه أنا وأهلي كل واحد فينا مسوي نفسه ما يعرف الثاني. تعرفوا مين هذا الإنسان صح؟ ولا أحد فينا يعرف الثاني، كل واحد مرتاح في مكانه وأنا في الكرسي اللي يدور عشان أحلى شيء في العالم. الزبدة بابا هوشني وقال لي إني لازم أجلس مع كرم عشان إيش اللي جالسين في كل واحد في طاولة، عيب لازم الناس يجلسوا كمان، لأن أنا أحسها بالكرسي حرجلس مع كرم غرفة واحدة وكمان في المطار. شوفوا شنطة الجديدة اوريكم هي ذا حال ولا فلوق، المهم بحط لكم حساب مرة حلو بنات، مو اعلان والله مو اعلان. رحت اسوي نفسي اجيب نظارتي، بسوي في كرم مقلب، بسوي في مقلب بس مو سامعني، يلا بشوف يمشيها ولا لا. بعدين شوفوا ما قلت لهم فين رايحين، اليوم احنا ان شاء الله مسافرين دولة اوروبية جديدة، هناك حيكون ثلج ف انا خايفه هناك من الجو لاني ما اخذت ملابس مره كثير، اقسم بالله خايفه كل الملابس اللي اخذتها صيفيه، بس نسبه حماسي جدا عاليه لانه ايش عشان كذا شنك نونة يا نونة يا بزره. المهم كم نسبه حماسك من 10؟ والله لما دخلنا هذا المكان خلاص الحماس راح غصب عيشنا، والله المكان مره حلو هنا حق روقان. متحمس تروح اوروبا ولا لا؟ ليه تريو أنا مو كذاب، هذا عجبني أخذته بالغصب من ماما. رحلتنا ما لحقنا ناكل، بموت رحلتنا جات وأنا لسه قاعدة أكل. طب أنا ما شبعت أنا جيعانة من جاي 8:08 9:00. كانت في حركة شفتها في التيك توك، في حركة شفتها في التيك توك مرة حلوة، تخيل تقدر تحمل فيديوهات. طيب تقدر تحمل فيديوهات وتتفرجوا في طيارة بدون نت. طب على الأقل وريهم وجهي. طيب أول شيء شوفوا تروحوا كذا، تروحوا عند أوف لاين فيديوز، وريتكم أظافر الجديد. جوجو استنى استنى يلا ندق على الباب. إيش هذا؟ 200 فيديو 150 يقول ما عندي مساحة. يلا واقع واقع، اصلا بنام في الطيارة ما اقدر احمل، اللي ما عنده مساحة ما حتضبط الطريقة. حبيبي خلاص ما ابغى، يلا بصوركم. تدروا اني كنت ما ابغى اصور الا من اوصل هناك، بس حسيت انه الوضع خيانة، لا لازم اصور. تخيل ايش بغيت انسى في السيارة؟ الهودي حقي، وربي كنت حموت، يعني لو كنت جالسة في فندق كذا اصور ما لي خلق طبعا، ما في يعني كيف ما راح البس العباية وانا نايمة واصور. ف الهودي معي في كل مكان. خلاص الحين جاء وقت رحلتنا، بنروح نركب الطيارة. ليش بنروح نسوي؟ معلش انا مرة اقول وجوالي شغال على الكاميرا وسلمولي. الله يقلع الشيطان. شوف حدا تقول لي جوجو لا تقصر في الفلوقات، ما يدري انا قاعدة اصور اصلا فلوق. تخيلوا يا جماعة البوابة فتحت من اول واحنا لسه، انا اخاف من الدرجة هذا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هل في يوم من الايام حتجيني سفرة مفاجئة درجة اجي اقضي مكياجي وشياي من هنا؟ هل ولا مو هل؟ انا اقول مو هل،
ما ليش اقضي مكياج من المطار؟ كان ضحكت على الدنيا هاي القاسية. بسرعة بس احس السفرة لو ما كان فيها استعجال ما هي سفرة. لا لا انسى مرة لا انسى، انا ماني مسافرة الا عشان الترند هذا حق ايش اسمه جود مورنينج هاف ا جريت داي جريت داي. شوفوا احنا فين؟ فلايناس القاهرة. القاهرة ايوه. جاني ضحكت عد جماعة. تخيلوا اهلي راحوا يصلوا وجاوا كثير بنات تصوروا معاي، ربي ما احس اني كنت ببكي من كثر ما انه مرة كيوت. شوفوا اللي كذا ما يستحوا حب كبير من جد. اذا شفتوني في الاماكن العامة تعالوا يسلموا علي عادي. اسمع دقيقة، مو وريتكم الترند اللي ابغى اسويه؟ في ترند ثاني ابغى اسويه بس يا رب يا رب اني ما انساه. يعني هو لازم تخلصوا لين اخر السفرة عشان تسووه، حق ريمبر كاتش فلايز نو فيلينج هاو جير ماندي. شوفوا كذا لا قوة الا بالله، الناس كلهم يطالعوا. تخيلي صورت الترند وكل حاجة بس من مقتنعة الطرحة. تخيلي طلعت خايسة، مستحي اقول لبابا يصورني مرة ثانية. خلاص قطعنا البوردنج من كل حاجة، دحين اخر شي نازلين عشان نطلع الطيارة. توقع نمر من مرة السعادة؟ بابا بنمر من مرة السعادة ولا لا؟ ايوه يلا مرة السعادة. It's خير. دخلنا على النداء الأخير، شفتوا كيف داخلين كذا برواق كل حاجة؟ الحين في الطيارة كلهم يدعوا علينا. يلا دفع انت، انا اصورك. واو ورب اللحظة هذه اللي بين الاشياء هذه اكتئاب. شوفوا انا حجزت المكان، جيت عند الطاقة اول وحدة. نعم ايوه ودي روح انقلع، قال لك انا بجلس هنا. ماما جات تجلس في النص، بابا جلسون ما قاعد لحاله. ربي الطيارة كتمة مليانة ناس ما شاء الله من جميع والموسيقى صنجتني، موسيقى المساج ما عجبتني. أنا خايفة. اللهم إني نسألك في سفرنا. طفشت يلا بسرعة. والله بطني جاها هبوط، والله ما امزح. بس ما شاء الله تبارك الله من جد الاشياء، احس اني قاعد اطالع وانا اتامل ما شاء الله. شوفوا شوفوا الازرق، شوفوا هذاك اللي هناك كله بحر. صدق والله صدق هذا المنظر في الليل بيكون ولا أروع. قدامي قاهرني نفسي أقرص والله. الزبدة خلاص من نوصل إن شاء الله بصور لكم. الحين أنا بنام لأني مرة دايخة. وصلنا وعش جد جد هذه مرة موقع. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا خلاص 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 بالله ولدك لا ولدك أبله شيء ضرب لي هنا في نص الصلاة. حنركب الباص
جماعة تدرون نحن ما نعرف ايش السالفة، بس شايف السعوديين قدامنا قاعد امشي وراهم، ما ادري هم فرحين بس بمشي معاهم. يلا وقف وين بوقف معاهم؟ طبعا الحين بنوقف لاين بنوقف بسرعة عشان بابا راح يسوي التأشيرة ويجي، وانا خلاص احس مرة راسي صدع من الازعاج. صرفنا كذا كم فلوس كم قرش، ايش يقولوا كم جنيه ايوه اي ما عفضت وطلعنا التأشيرات. انا ظهري بينكسر، برجع الفندق، ما برجع الفندق بروح الفندق قصدي مرة بنام خلاص بنام. بعدين الحين بنستلم شنطنا، اتوقع كلها جات اصلا، لقينا شنطة جاهزة. ماما شوفي الخضرة ماما. جماعة بابا تعرف على واحد مصري في الطيارة وإلينا الحين بس أسلم عليه، على طول سوينا علاقات. تخيل ماما دايما تعرفه من بداية الطيارة والسواليف وأنا نايم. أقول لكم قصة حزينة، تخيلوا إنه شنطة كرم ما جات، إحنا كل شنطنا خلاص استلمناها وكل حاجة إلا شنطة كرم، وفي شنطة كرم لونها خضرة حلو من أول، في شنطة قاعد تدور خضرة، فإحنا شاكرين إنه صاحب الشنطة الخضرة هذه بدل بين شنطتنا وشنطته. كرم زعلان مهموم، كرم زعلان على أوفر سايز. لقينا الشنطة، أنا اسمي درمان، أنا اللي لقيتها. يلا 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 شنطة إيش فيه إيش فيه؟ الشمس وربي الشمس ما تمزح، الشمس ما نخلص منها لا في هذا ولا هنا. لما تخيلوا بيصحى من النوم دقيقة بابا يتصل على الإجراءات. ألو بابا، رحت الصالة. تخيلوا من يوم ما صوت لكم أول وأنا في السيارة اليوم ما رجعت وأنا نايمة. تخيلوا في الريسبشن قاعدين نحجز في الغرفة وأنا نايمة في عند المطعم، معلش مرة فيني نوم. نمت وأهلي نزلوا يأكلوا فبنزل أكل معهم، فخلاص حس ما فيش أصلا أصور لكم، ويعني إذا صارت فعاليات صور لكم. هاي أوريكم النيل، خليني أوريكم إيش هذا، ما أعرف إيش فيه، أوريكم الإطلالة، شوفوا المسبح، دقيقة مسحكم، شوفوا مسبحنا كيف من فوق، الإضاءة بيضة شكلها مخربة، وهنا البحر، شوفوا هنا النيل، مو بحر نهر. تقفل، أوريكم كرم، نلاقي حتى كرم نايم، لأنه حتى كرم مصروع زي كل المصروعين ترى. أهلي نزلوا ياكلوا يتعشوا في المطعم اللي تحت، وانا مرة بموجع الحمد لله انا منزل عشان الحين منزل الحقهم. الزبدة اجيكم ان شاء الله بكرة، يلا مع السلامة. صباح الخير من اول يوم، طبعا الحين نزل نفطر، يعتبر اول خرجة لنا، امس ما خرجنا بس رحنا نتعشى، وصل المسعد وانا شوفوا تفقيعة الوجه كيف؟ انجاز انا تورطت مع المصعد هذا والكرت مو معاي وما راضي يطلعني، حرفيا اي احد قاعد يدخل معايا اخليه يطلع الكرت، خلاص انا بموت. طبعا هذول ما شاء الله تت 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 ندور طالع نجلس فيها. جماعة بابوتي ايش العسل هذا؟ تخيلوا مريت من عند الطباخة سويت لي كذا. لقيت عندهم سوشي، احنا نتعشى سوشي هم يفطروا سوشي ولا ايش؟ ليش الدنيا كذا مقلوبة؟ شوف لقيت المراعي كل شيء حولي ذكرني بشيء. تدروا احس تدروا شوف الحل عندهم مرة يحمس، شوفوا كيف؟ احس يحمس ابغى اجرب هذا بعد الفطور، مرة حمسني. كرم الوحيد اللي صحي من الساعة 5، من الساعة 5 الفجر، نايم الليل كله صحي الساعة 5. طبعا هذه تشكيلة، حط كل شيء قدامك، ما في فطور غدا، شوفوا اولها مسوش، حط كل شيء، ما ادري هذا ايش بس يلا حط. كيف بتكون لما العصر عكس مزاجك؟
انا دحين لبست الوايت عشان الصوت صراحة مرة عالي ازعاج، فبجرب معاكم اليوم طبعا هو ايش؟ طبعا هو بذرة كتان مع بذرة كتان وفاشن فاشن فروت. يلا بسم الله بجرب معايا ناكل سوا. ناكل والله في نفس الوقت. طيب ناكل في نفس الوقت بابا. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يخليك بابا الله يخليك. تكفى بابا اصلا مخايس. لا ريحته ريحة مانجا صراحة. يلا واحد اثنين ثلاثة. طعم ولا طعم؟ بس طعم كريم. لا والله طعم كريم شعر بس طعم. طعم البشر فروت. خلصنا فطور ورايحين نستكشف شوف النيل. الحين عندي سؤال، عادي اشرب من مويه النيل ولا لا؟ والله اخاف اشرب منها واودع. الله يا جماعه شوفوا. تخيل تدري انه في احد الماء يكون سام عشان كذا ما راح امسكها خلاص. تعلمت من الدرس كذا تمام في النور ذاك ما ادري ايش طلع لي. والله من جد ما ادري ما شاء الله ايش جو ولا هم مستمتعين. صح السعادة مو بالاوقات خلاص اقتنعت انا. يلا تعالي نركب سفينة. كيوت مش معلقين العلم. جينا ندخل سينما تخيلوا ايش؟ نفس الفندق حقنا. شوفوا في الافلام تخيلوا هذا كله عندنا في الفندق متخيلين؟ اوريكم من جوا. اصلا هذا السينما عنده مشهوره بالاطلاله، يعني هذه اطول اطلاله. اوريكم شوفوا كيف في كل حاجه. طالع في الموظف الزبده احراج. شوفوا كيف الاطلاله رهيبه. شوفوا دخلنا السينما. اوكي خلاص بدا الفيلم. خدت يا دكتور. لا انا كنت حاسس اللي انا قفشته عندك ده. ما لا هيستنى البيبي ومش هيستنى عليا. خلصنا الفيلم. الفيلم ارهب شيء في العالم. طفشت وانا جالسة السينما مع كرم. تتوقع 20 جنيه تقدر تشتري لي من البقالة البان؟ مرة اشتريت البان فجأة. تخيل في بقالة في نفس الفندق حقنا. ابشركم اشتريت 4 حبات ب 20 جنيه بالضبط. بس دحين نشوف طعمه اذا خايس ولا لا. طيبها 7/10 طيب. في جاكوزي نسائي في نفس الفندق، فجينا ماما نسبح ودخلنا. الصراحة مرة كان حلو كذا. شوفوا كيف من فوق كنا عصافير. الزبدة عجبنا بس دحين طفى بسوي كذا كان يسوي. شوفوا هذا الساونا زي كذا. صراحة ريحة خشب، يعني ساونا أكيد حيكون ريحة خشب بس أقصد يعني ريحة مرة ريحة قوية. فخلصت أصلا من أول. ما نجينا هنا المسبح بنشوف كرم. تعالوا نشوفه. يلا وري المهارات. يلا بسرعة مساح. طيب النظارة ليه رميتها؟ مجنون انت. هذه احد المهارات ما شاء الله.